مساكم الله بالخير. شوفوا، لازم تعرفون ان قبل ما تعالجون البشره من اي شيء، مثلا اثار او تصبغات او هالات او ترهلات بتشدون البشره او نضاره او مهما كان، لازم اول شيء تكون البشره خاليه من الحبوب، صافيه من الحبوب. فدائما البشره تكون صافيه من الحبوب، بعدين هني نبدا نعالج البشره من اي شيء ثاني. فدائما الخطوه الاولى لعلاج البشره، تضبيط البشره، الخطوه الاولى دائما هو علاج الحبوب. هذه الحين وصفة بتكلم عنها، نعالج فيها الحبوب إذا كانت مثلا حبة حبتين ثلاثة بالكثير. لكن إذا كانت في حبوب منتشرة في البشرة، أقصد حبوب حمراء ملتهبة كبيرة منتشرة في البشرة، هني طبعا لازم نروح ناكل مضاد حيوي أو ناكل حبوب روكتان. الحالة الثانية لما تكون البشرة فيها رؤوس سوداء، لما تكون البشرة فيها رؤوس سوداء أو رؤوس بيضاء، وخاصة الرؤوس السوداء، نقط مثل نقط كذي سوداء، هني أنصح بتنظيف البشرة، لأن هذه النقط السوداء ما راح تروح بالوصفة هذه. الوصفة هذه حق حبة حمراء واحدة ثنتين ثلاثة بالكثير طالعين في البشرة، هني نستخدم الوصفة هذه. الحين بشرح لكم طريقة الاستخدام. شو نسوي إذا كانت الحبوب؟ أول يومين نستخدم الإبيديوجيل، بعد يومين نبلش نستخدم الأكريتين. طبعا ما عندي تركيز الخمسة اللي مكتوب 50 هني، عند تركيز هذا 25. الأفضل بصراحة التركيز العالي، يجي أزرق غامج، تركيز عالي ما لقيته بصراحة، لقيت هذا في الصيدلية. فالتركيز الأعلى أفضل، هذا التركيز أخف من هذاك. فإذا ما لقيتوا التركيز العالي تستخدموا الأكريتين تركيز الأقل. فنستخدم أول يومين الإبيدوجيل على الحبوب، بعدين الأكريتين. كم مرة نستخدمه؟ طبعا هو في كثير يقولون استخدمونه، مفروض تستخدمون هذا وهذا يعني بالليل مرة واحدة في الليل. هذا إذا نحط على البشرة بالكامل، وهذا استخدامات أخرى مثل على البشرة بالكامل نستخدم مرة واحدة بالليل. ما بيتكلم عن هذا الموضوع، لكن كلام اليوم لوكالي على حبة صغيرة، حبة صغيرة حبتين أو ثلاث حبات صغيرة، لذلك نقدر نستخدمها باليوم خمس مرات أو أربع مرات أو ثلاث مرات على حسب القدرة. يفضل خمس مرات مو مرة واحدة بالليل، خمس مرات، حتى تحطونها بالنهار ما في مشكلة، تحطونها على الحبوب فقط. يعني هذه الحبة تحطونها على الحبوب شي تدلكون فيها الحبوب، كل ما دلكتوا أفضل، يتغلغل داخل الحبة. أول يومين هذا، بعدين اليومين اللي وراء هذا. طبعا يصير نستخدم الأكريتين على طول او الليبيديو على طول اربعة ايام كذي او ثلاثة ايام، مو شرط يعني ننتقل، بس الافضل هذا بعدين ننتقل، لان هذا شوية فيه شوية مادة شبيهة للمضاد الحيوي، فنستخدم اول يومين بعدين ننتقل على هذا اللي راح يقاوم الحبوب ويسطحها، يخليها مسطحة. بعدين ممكن يبقى بس الاثر، تكون الحبة مسطحة يبقى بس الاثر، فنعالج الاثر. بس حطوا ببالكم شغلة، لازم الترطيب المستمر على مدار اليوم، رطبوا بهذا. وفي شيء لازم تنتبهوا له بعد، لما تحطون على الحبة هذا أول يومين بعدين هذا، أول 48 ساعة سواء استخدمتوا في البداية الإبيديو أو الأكريتين، أول 48 ساعة أو ممكن أول 24 ساعة، راح تلاحظون الحبة راح تصير أحمر، يعني هي فيها احمرار، تصير أكثر احمرارا وتصير أكبر. فكثير ناس يتركونه يخافون، يقولون يعني خلى النتيجة أسوأ، الحبة صارت أسوأ. هذا شيء طبيعي، أول 24 ساعة كملوا عليه، بعدين تلاحظون التحسن. فبالبداية راح تلاحظون أن الحالة قاعدة، الحبوب قاعدة تصير أسوأ، هذا شيء طبيعي، بعدين راح تتحسن. لازم تحطون بالكم الشغلة هذه. وهم الشيء الثاني توقعونه، الحبة راح حوالينها راح تصير كأنه منطقة محروقة، احمرار شديد، أحيانا سواد شديد، راح يروح مع الوقت. أوكي، مو مع الوقت، أقصد راح يروح خلال أسبوع. فهذا شيء طبيعي، هذه كل آثار جانبية لاستخدام مثل المقشرات القوية الإبيديجيل والأكريتين. لازم ترطبون المنطقة الحبة نفسها حوالين الحبة، والوجه في الكامل ترطبون وجه في الكامل، لأن الإبيديجيل والأكريتين يهيج البشرة في حتى حطتوه على منطقة صغيرة يهيج الوجه بالكامل، البشرة بالكامل. فمو شرط ترطبون المنطقة نفسها اللي حطتوا فيها الأكريتين أو الإبيديو، لا، ترطبون الوجه في الكامل. استخدم مرطب خفيف وغير دهني مثل هذا.
إذا شفتوا أن هذا الفيديو فاتكم لا تنسون لايك وسبسكرايب. عدد اللايكات تعطينا دليل وعلامة وإشارة منكم لنا أن نستمر في هذه الفيديوهات ونسوي فيديوهات أكثر. أشوفكم على خير.